السلام عليكم. موعد مباراة الرجاء الرياضي ومانيما أونيون الكونغولي القادمة في الجولة الثانية من دور مجموعة دوري أبطال أفريقيا، والقنوات الناقلة للمباراة يحتل مانيما أونيون المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برأس نقطة واحدة، فيما يحتل الرجاء الرياضي المركز الرابع برأس 0 نقطة. وسيحتضن ملعب الشهداء بكنشاسا مباراة مانيما يونيون والرجاء الرياضي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم 7 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 2 زوالا بتوقيت المغرب، 4 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس HD2.